أم نهى، السلام عليكم. أم نهى، ألو، أيوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يسلمك، سؤالك اتفضلي. ممكن تكمل دكتور؟ معاك اتفضلي يا الدكتور فندم. أحمد، سامعك. اتفضلي. سمعت يا دكتور، أنا بنتي الدورة الدموية عندها بتنزلها بطريقة رهيبة لمدة 7 أيام. الايه يا فندم؟ معلش تاني، الايه؟ الدورة الدموية، الدورة الدموية، مالها الدورة الدموية؟ الدورة الشهرية، سوري، الدورة الشهرية. الدورة الشهرية، تمام. هي عندها كام سنة؟ 14. طب ايه المشكلة في الدورة الشهرية؟ بتنزلها بطريقة فظيعة جدا غزيرة لمدة 7 أيام. لمدة 7 أيام. هي لسه الحيض لسه بادئ الأيام دي، مش كده؟ ولا بقاله فترة؟ من سنتين. من سنتين. طيب هرد على سيادتك، حاضر. شكرا. أو في بداية الحيض بيحصل هذا الكلام كله، يعني في بداية الحيض ما تقلقيش إن شاء الله، بيحصل اللخبطة دي. الدورة المنتظمة بتقال عليها يا أستاذ محمد مش كل 28 يوم زي ما كل الناس فاكرة، الدورة المنتظمة من 21 يوم ل 38 يوم، يعني كل 38 يوم ده دورة منتظمة، كل 21 يوم دورة منتظمة برضه. المشاكل اللي بتحصل في الأول دي مشاكل عادية خالص وهتاخد وقتها، والكلام ده إن شاء الله هيروح يعني ولا تمام، تحتاج يعني أي علاجات ولا تمام حتى إن شاء الله. اللهم إلا لا حاجة نباتات تانية طبية. بقى، لو هي بتنزل بألم شديد ممكن نقولها بعض النصائح للتغلب على هذا الآلام اللي بتكون موجود عندها. برضه في الاقتراب سن اليأس بيحصل برضه بعض الانقطاعات وبعض المشاكل، اضطرابات الدورة بعض عموما اضطرابات يعني. في الدورة، برضه بيكون ده شيء عادي وارد جدا يعني، فسواء كده او سواء كده ده شيء عادي وارد، ما فيش قلق ان شاء الله، ولكن ممكن ناخد بعض النباتات الطبيه كمسكنه للالام، وتكون مامونه طبعا كمسكن للالام، بحيث اللي هي لو في الم ولا حاجه هو ده اللي يودهولنا ان شاء الله.